السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبعا برحب بحضراتكم جميعا. في البداية طبعا احنا عايزين أكتر من حد يعني بعت لي قال لي اللي هو الجزئية بتاعت المحاضرة اللي فاتت، اللي هو إزاي أقدر إن أنا أجيب آية معينة من القرآن الكريم بالتشكيل بتاعها، أو أو مثلا ممكن أطلع على التفسير اللي فيها أو حاجة زي كده. طبعا الموقع أنا هحطه لحضراتكم، طبعا هبعته هحطه في وصف الفيديو ده، وفي نفس الوقت برضو هحط الفيديو ده في اللينك بتاعه في المكتبة بتاعتنا. واستعراضا سريع كده اللي بيحصل ان انا مثلا بدخل على المجموعة بتاعتنا، بعدين مثلا بضغط على رابط المكتبة، يبقى دي المجموعة بتاعتنا، بضغط هنا على فوق في المجموعة من فوق بلاقي ايه الوصف بتاع المجموعة، في رابط مكتبة الكورس، بفتح مكتبة الكورس بلاقي المعجم مفهرس حفظ القرآن الكريم. ان شاء الله هحط فيه هنا كده حاجة هسميها لينك الموقع ده، اللي حضرتك اول ما تضغط عليه هيفتح معاك الايه الموقع على طول. طيب داخل المكان هنا في الكتاب كامل، وفي حاجه اسمها مقدمه الكتاب، ده المعجم اللي انا كنت اتكلمت عليه المره اللي فاتت. لو احنا فتحنا مثلا الكتاب كامل هنلاقي هنا ايه المواد بتاعه بنيه الكلمه، يعني مثلا اصل الكلمه في الاخر يترد ازاي. فوليكن مثلا كلمه مثلا زي كلمه الاستئذان اذن، فانا هنا ببحث عن ألف ألف بعد كده ذال بعد كده النون، فبنزل بعد كده لحد مثلا لما بوصل مثلا ألف ب ر، لا يبقى أنا تحت مثلا حرف الذال مثلا، فأنا هنزل مثلا لحد مثلا لما حرف ألف ب ت دي مثلا حرف الساء بدأ يظهر معايا. دي طبعا أنت لو فاتح من الموبايل هيكون بالنسبة للمادة دي نفسها تبقى أسرع شوية. دال أذن، فاحنا لو جينا نشوف المادة بتاعتها اللي هي ظهرت هنا، بدأ هنا من أول اللفظ أذن، بدأ هنا من الصفحة دي، إن هنا كده بدأ يأذن فأذنوا، أذن يؤذن، أذن تأذن. طبعا انا اقدر مثلا اكبر مثلا، او لو نزلت الملف ده عندي مثلا على الجهاز اقدر اشوف بشكل اوضح. وبعد كده ببتدي يشوف اللي هو الايه الكلمه اللي انا ببحث عنها بالظبط، فهو بيجيب لي هنا حاجه وبيجيب لي الجزء اللي هي جت فيه في الايه، واذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. في مثلا استأذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا، فهنا بدأ عندك هنا بيقول لك ايه، بيقول لك الصوره رقم الصورة وهنا رقم الآية، فصورة التوبة هي رقم الصورة رقم 9، الآية رقم 86. فأنا دلوقتي لو عايز أجيب الجزئية دي فين بالظبط بروح لموقع اللي أنا هسيبه إن شاء الله لحضراتكم بهذا الشكل. طبعا الموقع هنا مفتوح كده، فأنا هنا مثلا هنا الصورة، فهو كان قايل لي إيه صورة التوبة، فين التوبة؟ سورة توبة مثلا السورة دي رقم 9 آية 86، الآية السورة رقم 9 توبة رقم 6. بضغط هنا على السورة دي رقم 9 الآية رقم 86، آدي 80 وآدي 86. هو بعد كده بيروح محدد لي الآية، وإذ أنزلنا سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله واستأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. دي هو محدد لي، هو طبعا هو جايب هنا على حسب السعة بتاعت الآية في المربع ده، فبدأ بعد كده يقول لك إيه دي اسم الآية رقم 86، هو مميزها لك هنا. طبعا أنا بشوف أنا محتاج مثلا من الآية، هل أنا محتاج الآية دي بس ولا محتاج اللي بعدها. طبعا أنا لو محتاج أجيب الآية رقم 87 هروح جاي هنا وأضغط على 87 هيجيب لي الآية رقم 87، وبعد كده إيه يكمل لي بعدها من الآيات. فأنا مثلا لو أنا محتاج 86 بس، أو الجزء اللي أنا محتاجه مثلا وليكن مثلا من 83 مثلا لحد 86 مثلا بهذا الشكل، بروح محدد الجزئية دي وبعدين بضغط اللي هو كوبي، وبعدين مثلا بفتح ملف وورد. هنا بشكل عام يعني ملف وورد مثلا ان انا مثلا عايز بشكل سريع اعمل حدود مثلا للصفحة، حاجة ذوقيا يعني مش إدارية مثلا. وبعدين هنا مثلا وليكن مثلا بكتب
الايه حسب الموضوع. طبعا انا لما ضغطت كنترول في راح جايب لي الايه بالشكل ده. طب انا لو عايز ارجع مثلا الحاجه دي ان هي تبقى الايه، مثلا لو انا اخترت دي نزل لي الايه عربي مكتوب، حاسس انا ان الخط نفسه يعني في هنا ايه، في ان هو جاي مش في مكانه، يعني جاي كده المحاذاه بتاعت الخط مش في مكانه. فانا بحدد الجمله دي، بضغط عليها دبل كليك او لحد لما تحدد كامله، او ممكن اضغط كنترول في واجي هنا في الهوم اختار اللي هو اليمه الثانيه، طبعا اللي هي العلامه دي. العلامه دي معناها ان هو كده هيحذي لي الايه ايه بالشكل الصحيح. طبعا في حاجات بتبقى مكتوبه مثلا بالانجليزي ممكن تنزل معاك مثلا انجليزي، ممكن معاك تنزل عربي، بس هو انت لو كنت نزلت اساسا اللغه نفسها يعني، او كنت نزلت الايه بس خدت ايه بعدها كمان، كان هيبقى الانجليزي ده انت مثلا لما تيجي تشيله هيظهر ايه بالعربي، او انت مثلا من الكود نفسه تقدر ايه تعدل على الايه، تعدل على الايه كده زي ما انت ايه حابب ان انت تعملها. وتقدر طبعا تكبر الآية بأي شكل تعمله وليكن بهذا الشكل طبعا. وبعد كده مثلا انت عارف ان هي الآية رقم 86 مثلا، فانت بتحدد الآية رقم 86 بهذا الشكل. مثلا ممكن تعملها بلون مميز يكون بهذا اللون مثلا، وممكن مثلا تزود مثلا في الخط بتاعها. وبعد كده بتيجي هنا في الجنب بتعمل مربع مثلا، وليكن تقول ان دي صورة توبة الآية رقم 86، دي هي الآية اللي احنا ايه اللي احنا محتاجينها. وبعدين مثلا تقدر تظلل مثلا الجزئية دي بان انت تعمل ايه هذا الشكل. وبعدين هنا بتيجي مثلا تكتب الأسئلة المثارة. طبعا هو طريقة البحث نفسها، طريقة الكتابة دي نفسها مش إلزامية طبعا، هي بتوفر عليك وبتدي شكل أحسن، بس مش إلزامية. أنت ممكن تكتب بخط الإيد، يعني الموضوع ده للي كان حابب إن هو يكتب مثلا ببرنامج الوورد، وبعدين حضرتك مثلا بتبتدي تكتب الأسئلة مثلا اللي عندك، وليكن السؤال الأول إذا نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين مثلا. ممكن نسأل من الذين سألوا رسول الله ما معنى مثلا أولي الطول، ماذا استفيد ما جزاء مخالفة أمر رسول الله. أي أسئلة، الأسئلة طبعا اللي هتكون في المحور اللي احنا بنتكلم فيه، وبعدين بتحددها، وبعدين بتعمل حاجة اسمها تعداد نقطي اللي هي وليكن مثلا بهذا الشكل وبهذا الشكل على حسب يعني الشكل اللي حضرتك حابب إن أنت تعمله. وطبعا التعداد نفسه أنت ممكن كمان تعمل تضيف فيه حاجه بهذا الشكل، يعني مظهر، يعني مظهر يعني مثلا الجمال. وطبعا هو انت هنا مثلا ممكن تحط تحت الايه نفسها يعني كخط، بحيث ان هي يعني توصلك للايه بشكل اسرع طبعا، وحضرتك بهذا الشكل يعني. ده الموقع. كمان الموقع بيوفر تحت الايه التفسير مثلا، زي مثلا التفسير السعدي. فهتلاقي مثلا ايه في الملاحظات اللي موجوده على الصوره مثلا، او على الايه بالذات اللي انت محددها الايه 86. وطبعا هو هنا محدد لك الايه لوحدها، وبعدين موضح لك التفسير السعدي قال ايه عن هذه الايه. بعدين مثلا في هنا تفاسير اخرى، يعني لو ضغطت على التفسير الثاني هلاقي مثلا في تفسير ابن كثير، في تفسير قرطبي، تفسير الطبري نطق صحيح للكلمه، بس وليكن مثلا تفسير ابن كثير. فهتلاقي هنا مثلا في الآية، طبعا انت هنا تحتاج انك تحدد الصورة،
تحدد هنا رقم الايه، وبعدين هو هيبتدي يقول لك مثلا وليكن ان هو محدد سوره الفاتحه واول ايه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين جايب لك تفسير اللي قاله ابن كثير في الجزئيه دي طبعا في الكتاب لحد اخر ايه اخر حاجه في الايه. طبعا تفسير ابن كثير اكثر التفسير يعني غزيره يعني، والكثير من التفسيرات يعني بتاخذ منها يعني، فممكن بس تلاحظ ان هي كبيره شويه او ممكن متخصص شويه محتاج ان هو يبحث في حاجه زي كده. بس يعني التفسير السعدي من ابسط التفسير يعني، مثلا ممكن التفسير القرطبي مثلا تلاقي فيه الكلام بهذا الشكل، تفسير الطبري نفس النظام، انا مثلا التفسير السعدي قلهم يعني ايه يعني اكثرهم سهوله شويه يعني، مثلا حاجه هتعرف تقرا مثلا فيها وتعرف تتلقى منها يعني كويس يعني. وده كده نكون وضحنا الايه الجزئيه بتاعت الايه ازاي ان انا اقدر اجيب الايه واقدر ان انا انسقها، وازاي الاسئله ايه بتتحط، وازاي مثلا ممكن اغير اللون او كذا بدل بشكل بسيط يعني. طبعا مثلا قبل الايه مثلا ممكن اكتب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا كده يعني هيبقى الشكل يعني الشكل في النهاية شكل مقبول يعني، مش في اي مشكلة. طبعا انت اللي بتحدد طبعا انك محتاج الايات 87 ولا لا، هل الايات اللي موجودة هنا دي هل كده اكتملت الصورة؟ لا انا كنت بدي مثال، لكن انت طبعا في الحقيقة هتبحث تشوف هل المضمون اللي انت كنت عايزه من الحاجة اللي انت بتدور عليها مثلا هل اكتمل ولا لا، وانت بتقربه بقى بحاجة قبلها او حاجة بعدها وهكذا. وانا ان شاء الله هحط اللينك ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو، وهحطه كمان في المكتبة بتاعتنا، هيكون يعني جنب كتاب كده هحط كده لينك المواقع اللي انا استعملتها في الايه في شغلي. الكشف في المعجم في الاصل ان انت مثلا ممكن تجيب اي فيديو مثلا على اليوتيوب لتعليم الكشف في المعجم بكل بساطة يعني، انت بتروح بتتعلم بعض القواعد يعني في اللغة العربية البسيطة اللي اي حد يقدر ياخدها، وكل الموضوع ان انا برد الكلمة الاصلها الاساسي يعني، مثلا كلمة مثلا زي كلمة استئذان، الالف والسين والتاء معروف ان هم زيادة فانا بشيلهم، استئذان اذن الاصل في الكلمة الماضي يعني، في بعض الحاجات بيجيب الماضي وبعد كده مثلا ممكن يجيب الامر وبعد كده ممكن يجيب المصدر، فهي قواعد بسيطه يعني. يعني ممكن اي فيديو على اليوتيوب مدته لا تتجاوز ربع ساعه نص ساعه، تكون يعني بعض الحاجات في كشف المعجم تقدر توصلها بسهوله، تقدر تستعمل الكتاب. طبعا انت ممكن تبحث على النت يعني، وممكن يساعدك شويه في الموضوع مثلا زي مثلا زي كلمه الاستئذان مثلا، لو كتبنا كلمه الاستئذان مثلا وليكن مثلا زي كلمة الاستئذان مثلا أذن مثلا، وهنا أنا عرفت مثلا إن هي الكلمة كده معناها إيه أذن، ده الأصل بتاع الكلمة. ممكن كلمة مثلا زي كلمة تبارك هتلاقي مثلا ايه هي معروفه ان هي بركه، بس يعني الاصل فيه نفسه تبارك هنا فعل، هتلاقي مثلا فعل منها مثلا بركه بركه يعني حاجه زي كده. وممكن كمان تستعمل نفس المكان يعني مثلا زي مثلا العاديات مثلا عدوى، فهتلاقي مثلا المادة بتاعتك اللي انت هتبحث عنها في الكشف مثلا كلمة عدوى، هو في الغالب دايما بيبقى الأصل يا إما ثلاثي أو رباعي يعني تقريبا، والله أعلم يعني عشان ما تبقاش يعني إيه المعلومة كده. فده يعني الموضوع، واتمنى طبعا ان حضراتكم يعني تلتزموا بالتسليمات. طبعا احنا مش بنسلم على طول، احنا بناخد فتره بنبحث، وبعد ما بنخلص خالص بنبتدي ان احنا ايه نرفع الحاجه اللي احنا ايه اشتغلنا عليها طوال الاسبوع،
بحيث ان احنا نكون خدنا وقتنا الكامل، وفي نفس الوقت برضو طلعنا الحاجه اللي احنا عايزين نشتغل عليها بشكل كويس بشكل منظم. حتى مثلا ان الحاجه دي تبقى موجوده معاك تحتفظ بيها لنفسك في يوم مثلا تبقى كده، يعني الحاجه دي لو موجوده معاك انت مثلا ممكن في يوم من الايام يعني تشرح الحاجه اللي انت استفدت منها دي لحد، او تكون مرجعيه ليك في انك تتذكر ايه الخطوات اللي انت كنت بتعملها واحد اثنين ثلاثه اربعه. الحاجه اللي انت بتطبقها بنفسك مستحيل انك تنساها بسهوله، اكيد اكيد هتثبت معاك الحاجه اللي زي كده. في نفس الوقت ده حاجه بتعلمك اللي هو ازاي انت شخصيا بتبحث داخل القران الكريم بنفسك. وزي ما احنا عارفين ان الانترنت بقى مسهل علينا، زي ما انا وريتك الكشف مرة موجود، التفاسير موجوده، الايات بالتشكيل بتاعها موجود. طبعا انا ممكن كمان ان انا اجيب الايه وان انا استمع ليها في النطق الصحيح بتاعها نفسه ازاي. فكل ده يعني بيساعد، وكله يعني ابتغاء مرضات الله، ودي بحث في كتاب الله، وهي يعني من اسمى العلوم ومن اكثرها ثوابا يعني. وربنا يعني يتقبل منا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.